للمرة الأولى منذ أشهر يتوقف العمل في المختبر المركزي لوزارة الصحة في غزة بعد الإعلان عن نفاد الفحوص المخبرية الخاصة بكورونا، الأمر الذي سيمثل كارثة حقيقية ستحول دون قدرة اللجان الوبائية على كشف بؤر تفشي الفيروس ومحاصرتها. كلما كان هناك التزام من الجميع بتوفير مواد الفحص المخبري سنكون قادرين على المتابعة الحثيثة للخرطة الوبائية في قطاع غزة وتتبع المخالطين وتتبع الإصابات المنتشرة في قطاع غزة، لأن هناك وفق الإحصائيات الموجودة لدى وزارة الصحة تمدد للانتشار بشكل واسع في قطاع غزة. توقف المختبر المركزي يترافق مع ارتفاع غير مسبوق في أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في غزة، خطوة دفعت بمؤسسات حقوقية إلى التحذير من تبعات الأزمة على الوضع الإنساني، وأكدت أن إسرائيل تتحمل كامل المسؤولية. البروتوكول الملحق باتفاقية جنيف الرابعة، البروتوكول الأول ملحق باتفاقية جنيف الرابعة ينص صراحة على أن على دولة الاحتلال واجب أن تقدم خدمات الرعاية الصحية لسكان الأراضي المحتلة كما تقدمها لمواطنيها، ولكن ما نراه هو تجاهل. على العكس من ذلك، حصار يشدد ويفرض ويضيق على الفلسطينيين في قطاع غزة، تمنع عنهم الإمدادات الإنسانية والإمدادات الطبية في ظل صمت وتواطؤ مريب من قبل المجتمع الدولي. ندرة أسرة العناية الفائقة وأجهزة التنفس الاصطناعي وإشغال معظمها بالحالات الخطرة، فقام الأزمة التي تأتي تتويجا لإعلان وزارة الصحة في غزة نفاد نحو 40% من الأدوية والمستهلكات الطبية. صمود القطاع الصحي في غزة في ظل سرعة تفشي الوباء قد يغدو أمرا مستحيلا خلال الأيام المقبلة ما لم تستطع الجهات المختصة تحديد الخريطة الوبائية والتي تتطلب عدم توقف الفحوصات على الإطلاق. أحمد غنم، غزة، الميادين.